أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا له أن لنا كرة فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله إنما يأمركم بالسوء
ولوعا